عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة اجتماعها 26 برئاسة كل من وزير الري محمد عبد العاطي ووزير الزراعة سيد القصير. أشار وزير الري إلى أن الغرض من هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين. ومن جانبه أكد وزير الزراعة على أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية في تنفيذها وأن تكون محل اهتمام الجميع، كما أكد على أهمية الإسراع في معادلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الري والتحول إلى الطرق الحديثة.